ديمستورا يجدد عزمه استئناف مفاوضات السلام السورية بحلول نهاية أغسطس، ويعتبر الهدنة الروسية المعلنة في حلب غير كافية. الأمم المتحدة تعلن أنها ستساعد الحكومة العراقية في ملف مكافحة الفساد لضمان نزاهة التحقيقات وإحالة المتورطين إلى القضاء. مقتل 40 عنصرا من الميليشيات بقصف القوات السعودية قبالة شرفة الحدودية في نجران. شرطة عدن تلقي القبض على خلية إرهابية متورطة باغتيال قيادات أمنية وعسكرية بينها ضابط إماراتي في المنصورة. القوات الليبية تعمل على تأمين المناطق التي سيطرت عليها في مدينة سرت، وتقوم بنزع الألغام وتمشيط المنطقة المحيطة بمركز المؤتمرات.